بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المعصومين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي أنزار غضون
فحسينا على البسيطة عاري أنزار الضبرود التهاني فحسينا على البسيطة عاري لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا لا تمد لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجة المختار إن في الشمس مهجة المختار لا تشقوا لا تشقوا لآل فهر قبورا فحسينا ملقا بلا إقدار هذا هنا ذكرت عبد الحسين شكر إلغل إلى هذا السيد اللي يحترم عليه للهدفك عن مساعدكم كل خدمي هدفكم عن مساعدكم كل خدمي هذه زينب على الأكوان شأنها الناح ليس تهدر غانم عن بكاء بالعشي والإبكار كل ميت يريد يهلون الدموع عليها ويموت الجمع عمله بس ميت ثلاث أيام بس ميت ثلاث أيام قضى مرمي بلي أكبر يا بعض والله بس مليت ثلاث أيام ضمر مني كل ميت يحضرون كل أهل وعمام عليه واحد الله يدري بعضكم إن شاء الله لكن هذه سنة عادة كل ميت يحضرون أهلي وعمامي جون يمه هذا يحب بخده وهذا يطيح ويعيش فيه بس حسين كل يمه لما مات جاه الشمل يرفز بيه الله بس حسين ظل يمه لما مات جاه الشمير يروش بيه وحسين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قبل الله أجورنا وأجوركم بخصالنا سيدنا مولانا أبي عبد الله الحسين وجعلنا وإياكم من السائرين على بره والمتمسكين بولايته وولاية أبناء المعصومين بوقت الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية الشريفة تقول: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هناك أشياء قرنها الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وهذا الاقتران بين الشيء والشيء الآخر يدل أيضا على أهمية المقرون. مثلا قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن هناك أهمية لمسألة إيتاء الزكاة لا تقل عن أهمية إقامة الصلاة. قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إذن هناك الرحم أيضا له من الأهمية، بحيث يكون إلى جانب التقوى، وهي أن يتقي الإنسان المعاصي وما أمر الله تبارك وتعالى أن يتجنبه. كذلك أيضا قرن الله تبارك وتعالى شكره بشكر الوالدين. قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذا ماذا يعني؟ يعني أن شكر الباري جل وعلا لا يتحقق إلا من خلال شكر الوالدين لما لهما من الدرب ولما من لهما من الأهمية. وبالحقيقة الأهمية الأساسية، وليست الأهمية الجانبية، وإنما الأهمية الأساسية في حياة كل إنسان، لا سيما والكلام موجه إلى أبنائنا شباب هذول الجيل الذي نشأ في هذه البلدان والذي تعلم على عادات وقضايا قد أحيانا تبدو فيها بعض القضايا الأخلاقية، مثلا خنقول الغير مرتبة تجاه الوالدين، يعني نخفف العبارة بالشكل هذا، الغير مرتبة تجاه الوالدين. فالقرآن الكريم والروايات الشريفة تحث الأبناء على رعاية الوالدين، على بر الوالدين، في حين مثلا لما نجي نقلب الشريعة من أول الآخر لا نجد ولا آية ولا رواية تحث الوالدين على رعاية من رعاية الأبناء. ليش؟ رعاية رعاية فطرية غريزية طبيعية إنسانية، وديننا هو دين الإنسانية والرحمة. نعم هناك روايات تحث الآباء على ضرورة أن ينتقي لإسم، أن يأدبه، أن يربيه، أن كذا، أما يرعاه جنب غريزية ما تحتاج إلى حث من قبل الشريعة المقدسة، جنب غريزية عاطفية تتماشى مع الرحمة الإلهية، تتماشى مع إنسانية الإنسان، فلا يحتاج إلى ذلك. نعم هناك روايات كما ذكر بجوانب أخرى في حياة الولد. فإذا في الواقع أن مسألة بر الوالدين هي مسألة أساسية في حياة كل إنسان منا، لا سيما أولادنا هذول الشباب، أولادنا الصغار الذين نشأوا وترعرعوا في هذه البلدة. طيب هسه شلون أنا أكون عاقل والدي؟ علامة المجلس يقول:
من ضمن العقوق ترك الأدب لهما ومخالفتهما في الأغراض الجائزة، يعتبر هذا الشيء حقوق للوالدين. يعني مثلا من جانب القول، مثلا الابن أو الولد قد يحتاج بهذه الأجواء أن يرفع صوته على أبيه مثلا، هذا رفع الصوت وإن كان بحد ذاته ما في شيء في نفسه، لا 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 شيء فيه، لكن إذا يكون في وجه الأب أو في وجه الأم هذا يعتبر حقوق من حقوق الوالدين. يعتبر هذا الولد عاق لوالديه، وذلك عندما يرفع صوته على صوت أبيه مثلا أو صوت أمه، أو أمه تكلم بهدوء هو إيش يسوي؟ يرفع صوته على أمه، هذا يعتبر نوع من العقوق. أو مثلا فعل يريد مثلا يطلع يبات عند صديقة أو في بيت مثلا جيران أو ما شاكل ذلك، نفس المبيت ليس فيه شيء، لكن إذا الأم أو الأب ما يرضون هذا الفعل، ما يرتضون لهذا الفعل، يعتبر هذا الفعل يرتكب الولد حقوقا لهم، مع أنه الشيء جائز، ممكن إنسان يروح يبات في أي مكان جائز ما في شيء، لكن لأنه صدر هذا الفعل بغير رضا الوالدين فماذا يعتبر؟ حقوق لهم. فهذا المعنى بالحقيقة يعني بهذه الدرجة. أما إذا ساءت الأمور والعياذ بالله وصار الابن مثلا أو الولد ينظر إلى أبويه نظر حاد، مرضه ومرض جنابه، يعني ينظر إلى أبويه أمه أبيه مثلا نظر حاد لهم أو نظر ماقت، في الروايات الرواية يقول من نظر إلى أبويه نظر ماقت لهما وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة، الله ما يقبل له صلاة. ولهذا البعض أحيانا يعاني من تعكر الأجواء، من ضيق بالرزق مثلا أو من كثير من القضايا والمشاكل اللي يصيبه، أقول ترى خلل بالبين، الواحد يفتش أنه ضروري للإنسان أن يلتفت إلى نفسه، لا يلتفت إلى الآخرين، وإنما المفروض يلتفت إلى نفسه، لأن أنفسنا كلها مساوئ، كلها سيئات، كلها نقص، والمفروض الإنسان ينشغل بنفسه. فإذا حصل من هذا النوع في البيت من قلة مثلاً الرزق مثلاً أو من مثلاً أمراض وما شاكل ذلك أو من ضيق، الإنسان أحيانا يشعر بضيق أو مشكلة بالبيت، قد تكون هذه المشكلة هي مسألة عقوق الوالدين قد تسبب هذه المشاكل، تسبب هذا الجهد. إذن هذا أما هذا الإنسان بعد والعياذ بالله اللي يرتقي بعد درجة أسوأ من ذلك، يقول الحديث ملعون ملعون من ضرب والديه، ملعون ملعون أبنائنا هذول الشباب وهم يفهمون اللغة العربية حتى يدركون هذا المعنى. أنا والله الله شاهد عندي موضوع آخر، الله شاهد والرسول عندي موضوع آخر، تكمل اللي موضوعنا مال البارحة مال النقد، لكن شفت هالشباب هالولد هذول هم موجودين هم لهم حق علينا، أنا ما يصير دائما نتحدث عن أنفسنا ووضعنا والنقد وكذا، هذول لهم حق علينا، لكن إن شاء الله يفهمون كلامي، إن شاء الله يفهمون كلامي هذول أبنائي هذول الصغار الأولاد شباب فتيان. فيقول ملعون ملعون من ضرب والديه، ليش؟ هذه إذا صارت هالشكل هذا والقرآن أو الإسلام تساهل في هذه القضية تنعدم القيم الأخلاقية وينعدم أصلاً جو الأسرة، كله ينعدم جو الأسرة. فالقرآن في الحقيقة والإسلام بشكل عام أعطى قوانين ألزم الأولاد على ضرورة رعاية الأبوين، ولهذا يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ما حق الوالدين على ولدهما؟
قال له رسول الله بجواب مختصر مختصر لكن كبير في معناه، قال هما جنتك ونارك، هما جنتك ونارك. إذا طريق الجنة تريده من خلال بر الوالدين، إذا طريق النار والعياذ بالله من خلال عقوق الوالدين اللي ما أكثر عقوق الوالدين كثيرة جدا. هسه هذول لازم يكونون مؤمنين مسلمين، لا مو شرط، حتى لو كفر، حتى لو ما عندهم دين، حتى لو نصارى يهود أيا كان، الأبوان أو الأبوين لازم يكون مسألة رعاية حقوقهم وبرهم واجب على الأهل، إلا اللهم يأمرك بمعصية هذه الساعة بعد أن تكون كفراً طاعتهم، وإلا دون ذلك أبداً ما فيها شيء. ولهذا زكريا ابن إبراهيم نصراني رجل وكوفي يدخل على الإمام الصادق بعدما أسلم وأعلن ولاءه بين يدي الإمام الصادق صلوات الله عليه وسلم. فسأل الإمام يا ابن رسول الله أنا عندي أم وهذه الأم ما زالت نصرانية، زين شو أسوي أنا؟ شنو واجبي تجاهها؟ آكل وياها بنفس الأواني كذا؟ قال لهم يأكلون لحم الخنزير يشربون الخمر؟ قال لا هذا ولا ذاك سيدي. قال إذا كل معها ولا عليك شيء، وإحسن إليها أكلمها قدر حتى تعرف الفارق بينما يعني في وقت أنت كنت في نصراني والآن صرت مؤمن صرت موالي فتعرف الفرق. يقول رجع إلى أمه أكرمها، أخذ يحسن لها أكثر، قدرها أكثر، يقدم لها اللي تريده بشكل أكثر. هي استغربت قالت ولدي ما الذي جرى؟ صار كنت قبل على دين النصارى ما كنت بهالدرجة هاي تحسن لي وتكرمني، الآن وقد دخلت الإسلام وصرت أكثر قدم لي من ناحية البر والإحسان. قال أمّا هذه وصايا سيدي ومولاي جعفر بن محمد الصادق، هاي وصايا. قالت له هذا اللي تقول عنه نبي لو وصي نبي. قال لا هو وصي نبي من هو من خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت ولدي هذه والله أخلاق الأنبياء، أنا هذه أعرفها أخلاق الأنبياء اللي توصي دائما بما برعاية الأبوين. ولدي أعرض علي دينك، شو سمعني شنو هذا الدين؟ فأعرض عليها الدين فأسلمت ودخلت في حصن الولاية. يقول وماتت، وماتت هذه المرأة عند الغروب، هسه صلت ما صلت المغرب هي ماتت. هذه المرأة شابت على دين النصارى، ختمتها بدين الولاية لآل الرسول عليهم السلام، وذلك بسبب ماذا؟ بسبب أخلاق الولد. هذا الابن البار هذا نال درجتين، درجة أنه أدخلها الإسلام، والدرجة الثانية جعلها يعني إنسان يعني برها أكثر وأحسن إليها أكثر، وماتت على هذا الطريق. فإذا في واقع الحال الإسلام يوصينا دائما بمسألة احترام الوالدين، بمسألة بر الوالدين. ولهذا يجي رجل الإمام سلام الله عليه وقل لهما أو وبالوالدين إحسانا، وهو الآية الشريفة. شو قال الإحسان؟ قال أن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وهما مستغنيان. تكلفة السؤال فقط ليكون تكلفهم هذا المعنى، لا تخليهم يتكلمون حتى بالسؤال. هذا المعنى. قل له وقل لهما قولا كريما، شو ما قال إذا ضربك فقل غفر الله لكما ذلك منك قول كريم. هاي أخلاق الإسلام. هذا الكلام مو خاص فقط بالشباب، نحن أيضا معنيون بهذا الكلام، لأنه ما زال هناك اتصال بين دار الدنيا وعالم البرزخ،
يقول هذا الإنسان إذا قال له رحم الله والديك، انتقل باقات من الورد من الزهور تقدم إلى هذا المتوفى. ليش؟ لأنه صارت رحمة. فكيف بالإنسان اللي يقرأ مثلا القرآن، اللي يعطي المجالس في يعني ثواب تلك المجالس إلى أبوي كذا؟ إذا هناك علاقة مستمرة فيما بين عالم الدنيا وعالم البرزخ. وقد يكتب الإنسان عاق لأبويه في دار الدنيا في حياتهما، لكن بعد مماتهما يكتب بار، وذلك لبره وإيصاله الإحسان والبر إلى والدين. إذن العلاقة لم تنقطع فيما بيننا، علاقة قائمة ومستمرة إلى أن تنقضي هذه الدنيا هذه الساعة، وكل إنسان ألزمناه طائرة بعد خلص، كل واحد هو بوضع بعد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يجي الإنسان إلى زوجته إلى ابنه إلى كذا، حسن واحد أدخل بها الجنة، قال له ما أقدر أنا محتار. لهذا يوم القيامة يقول الإمام الصادق الإنسان قد يقف حائر وإذا به تأتي إليه مثل الكبة تدفعه، دخل وين؟ إلى الجنة. يسأل ما هذه؟ إلى هذا البر بوالديك. قد الإنسان يحتاج في تلك المواقف الحرجة إلى مسألة البر ومسألة الحقيقة الوالدين، لأنها من المسائل الأساسية التي ينبغي أن يراعيها كل منا، لكن باعتبار الشبيبة هؤلاء هل ولد هذول أبنائنا تربوا في هذه الأجواء اللي عادة تعلمهم على بعض القضايا اللي خليهم بعض الأحيان يعزفون عن هذا الجو، لعله بعض الأحيان يعزفون عن هذا الجو، فنحن إن شاء الله نذكرهم وإن شاء الله يكونوا من الذين يهتمون بهذا الجانب ويراعون هذه المسألة ضرورية في حياتهم. هذا بالنسبة إلى الأبوين الدمويين، بالنسبة إلى الأبوين الرحميين، إلى الأبوين الماديين. لكن هناك حق أعظم على كل منا، على الموالين جميعا، بل على الأمة الإسلامية. يا علي أنا وأنت أبوا هذا الحق، مع الأسف ما راعت هذه الأمة أبدا، ولا راعت هذه المسألة أبدا، بل عدت على آل الرسول وعقت آل الرسول، عقت رسول الله وعقت أهل بيته، وذلك عندما ارتكبت تلك الجرائم بحق العترة الطاهرة. ولهذا هذه الأمة تختلف عن بقية الأمم اللي عاشت بزمن الأنبياء، قتلة الأنبياء الوحيد من بين الأمم التي قتلت أبناء النبي هي هذه الأمة فقط. ذكور الأمم ما كان يشتركون مع النبي في نفس الديانة، خلينا نقول في نفس الشريعة، كانوا من غير يعني كانوا مشركين، كانوا كفرة، كانوا كذا، فعدوا على الأنبياء قتلوهم. أما هذه الأمة لا، كانت تشترك بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنها عدت على أهل بيت رسول الله قتلتهم. شلون قتلت؟ الله أكبر، شلون قتلت؟ قتل عجيب. بدأوها من الزهراء، يقول لهذا المهاجم، وعد منه هو مهاجم هم وياه، يقول له إن في الدار فاطمة، هاي فاطمة عندي رسول الله يقف على بابها ستة شهور، الصلاة الصلاة يا ابن الله ليذهب عنكم الرجس إلى البيت. يقولوا له ما تدخل يا رسول الله؟ لا يدخل حتى يستأذن. يقول باب فاطمة بابي، حجابها حجابي، علي أمير المؤمنين، من سبك سبني وفي سبني فقد سب الله، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أحاديث كثيرة بالحقيقة متواترة في كتب الفريقين عن مقام هذا البيت الطاهر ومن سكن هذا البيت الطاهر. يقول وإن
ترجموها بيوم عاشوراء، قال احرقوهم او اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقي، او قال احرقوا بيوت الظالمين، نفس المنطق. واليوم الدواعش يقول اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقي. اما الحمد لله احنا ما عندنا هاي اللغه، عندنا هاي اللغه ابدا، لغه تسامح ولغه رحمه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.